ابذل جهدك دونك للها قد جاء. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. إذا اليوم راح نتكلموا على القلق تاع الامتحان. إذا نتكلموا اليوم على قلق الامتحان وهذا المشكل يهم كل المتمدرسين كل الطلبة. نتكلموا على القلق الحميد اللي يكون فقط في حد أنه دافع. الامتحان شنو هو بالنسبة للتلميذ وبالنسبة للأولياء والمعلمين؟ احنا كذلك بدون قصد نلعب دور عكسي مما يجب أن نقوم به. بعض التلاميذ بعض الأولياء خاصة عندي وليدي يمين مادة ويتجاهل المادة. بما أن أبنائنا على أبواب امتحانات مصيرية ومهمة، اليوم حصتكم أولادنا تحت جناحنا موضوعها قلق الامتحان وكيفية التعامل معه. مع أخصائيين راح نتكلموا عن كيفية التعامل مع هذا القلق، قلق الامتحان. بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا، وتستنونا في الحلقة المقبلة فيها نصائح كذلك تفيدكم في تربية ولادكم. فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا للامتحان، ادرس بجد وضع اللعب جانبا، فله إن لم تستعد